أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم وأبرز العناوين في مختلف الصحف العربية الصادرة اليوم ومواقع الأخبار، ولكن البداية بالعناوين. القبض على متهم بتفجير جسر في تعز قبل عام. صحفي يمني يفوز بجائزة أفضل تقرير عن قضايا المرأة في سوق العمل. المخابرات الأمريكية تستخدم أجهزة التلفاز الذكية للتجسس. أهلا بكم، والبداية من موقع يمن مونيتور، والذي عنون أحد تقاريره الخاصة بيوم المرأة في يومها العالمي: تراجع نسبة مساهمة المرأة في الاقتصاد اليمني منذ سيطرة الحوثيين. قال الموقع: بعد سيطرة جماعة الحوثي على السلطة في سبتمبر 2014 نالت المرأة النصيب الأكبر من الأذى والمضايقات من قبل الحوثيين. ويستند يمن مونيتور إلى تقرير صادر من اللجنة الوطنية للمرأة، والذي توصل إلى أن نسبة تراجع مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي من 9.4% عام 2009 إلى 10.2% عام 2013، وعادت للانخفاض إلى 6% عام 2014 منذ سيطرة الجماعة على مقاليد السلطة في البلاد. ويشير الموقع إلى أن النساء تعرضن إلى الإهانة اللفظية، ونالهن النصيب الأكبر من الأذى والمضايقات من قبل جماعة الحوثي في المدن والمؤسسات التي يسيطرون عليها، أو التظاهرات التي يشاركن فيها. وأكدت ناشطات على أن الحوثيين أشد بشاعة ممن سبقوهم، نظرا لأنهم يخططون للتضييق على المرأة وإعادتها قسرا إلى المنزل والقضاء على أي نشاط مجتمعي أو سياسي لها. موقع المصدر أونلاين من جانبه عنون بخصوص اليوم العالمي للمرأة، والذي صادف يوم أمس: نساء اليمن ضحية القتل والتشريد وخذلان المنظمات الحقوقية. وفي ندوة عقدت يوم الأربعاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قالت الدكتورة نوال الحنحنة المحاضرة في جامعة صنعاء إن المرأة اليمنية صارت إما نازحة داخل الوطن بسبب عصابات الانقلاب التي أخرجت النساء من بيوتهن وشردت أسرهن واعتدت عليهم، أو نازحة خارج الوطن تبحث عن إقامة وسكن ولقمة العيش. وأكدت نوال أن الانقلابيين لم يراعوا أيا من أخلاقيات وقوانين الحرب تجاه النساء، وأن ذلك يؤدي إلى غياب القيود الطبيعية على الأفعال العنيفة الموجهة ضد المرأة. وبينت الأستاذة في جامعة صنعاء أن المرأة قامت بأدوار بارزة في ثورة فبراير 2011، وستكون شريكا فاعلا للرجل في مختلف المجالات عقب انتهاء الحرب. كتب حسن مدن عن المرأة في يومها العالمي، فقال في مقاله المنشور في صحيفة الخليج: الأمم المتحدة ضمن تدابير أخرى خصصت يوما عالميا للمرأة، لا بهدف احتفاءات فارغة من المحتوى، مع أننا ندرك أن المرأة جديرة بكل احتفاء، فهي مصباح الكون وقلبه، وإنما بهدف التذكير بأن هناك حاجة لجهود كبيرة يجب أن تبذل من أجل أن ترتقي التشريعات الوطنية في كل بلد إلى المستوى الذي تقره المعايير الدولية. والعبرة ليست فقط في سن التشريعات، إنما في توفير البيئة الضرورية لتطبيقها، بل إن كثيرا من الدول تصادق على الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع أوجه التمييز ضد النساء سيداو، من أجل تفادي أي إحراجات أو ضغوط دولية عليها تطال ملفات أخرى، لكنها تتحفظ على مواد جوهرية في الاتفاقية معفية نفسها منها، ما يجعل من مثل هذه المصادقة منقوصة كونها لا تذهب نحو الجوهر وتكتفي بالسطح.
والحق أن 8 مارس هو من الأيام التي أصبحت عالمية بفضل ما تحمله من دلالات مطلبية لا بل وكفاحية، فهذا اليوم لم يكن في الأصل اختراعا ذكوريا تفضل به الرجل على المرأة، فالمكافحات من نساء العالم تخريدا لذكرى جرى اختيارها بعناية، كونها تعبر لا عن توق النساء للحرية والعدالة فحسب، وإنما عن نضالهن وتضحياتهن في سبيل بلوغ ذلك، قبل أن تختاره الأمم المتحدة يوما عالميا في 1977. في مثل هذا اليوم من عام 1857 نظمت آلاف النساء العاملات في قطاع النسيج والخياطة تظاهرة حاشدة بمدينة نيويورك الأمريكية، طالبن فيها بالآتي: تقليص ساعات العمل اليومية من 16 ساعة إلى 10 ساعات، ومساواة النساء مع الرجال في الأجور، وتحسين ظروف العمل. وتدخل الجيش لقمع تلك التظاهرة التي يروى أنه سقط خلالها نحو 130 قتيلة، فضلاً عن اعتقال المئات. موقع المشاهد نت عنون في صفحته الرئيسية: فرق هندسية تنظف سواحل منطقة ميدي من حقول الألغام. قالت التفاصيل إن الفرق الهندسية اليمنية والسعودية تمكنت من انتزاع وتفكيك عدد من حقول الألغام البحرية مختلفة الأحجام والمهام كانت قد زرعتها الميليشيا في سواحل منطقة ميدي إلى الشمال الغربي لليمن. وقال مصدر في فريق الخبراء الهندسيين تنقلته مواقع إخبارية يمنية بأن الكمية التي تم الكشف عنها تعد من الألغام البحرية الذكية إيرانية الصنع، مشيرا إلى أن الفريق تمكن حتى الآن من انتزاع عشرات الألغام البحرية الثابتة والمتحركة وبأحجام مختلفة. ولفت المصدر بأن عمليات زراعة الألغام البحرية تعد سابقة خطيرة وتطورا نوعيا في أساليب الميليشيات والتي يكون معظم ضحاياها من الصيادين الأبرياء. متهم بتفجير جسر في ريف تعز ظل متخفيا عن الأنظار إلى أن ألقت القوات الأمنية في تعز القبض عليه، ووفقا لموقع الموقع بوست فقد تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز من إلقاء القبض على مشرف الحوثيين في مديرية المقاطرة والمتهم بتفجير جسر مع آخرين في طريق هيجة العبد الاستراتيجي. وقال مصدر أمني أنه تم القبض على أحد القياديين في جماعة الحوثي ويدعى أبو جهاد المدبر الرئيس لتفجير الجسر العبارة قبل عام، تمهيدا لقطع الحوثيين خط هيجة العبد الرابط بين مدينتي تعز وعدن. وأكد المصدر أن القبض على القيادي الحوثي جاء بعد بلاغات بأنه يعمل على التجنيد ونشر أفكار الإنقلابيين ورفض جبهاتهم بالمقاتلين. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ما زالت تتتبع الأفراد التابعين للقيادي الحوثي والمتهمين بتفجير الجسر، ويبلغون 20 شخصا منهم المتحوث أبو العز، وتمكن البعض منهم من الفرار خارج المديريات المحررة في تعز. يقول الكاتب نبيل البكيري إن هناك إبرة للسلام في كومة الحرب، وذلك في مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين والذي قال فيه: مرة أخرى تعود أصوات الحديث عن جولات سلام في اليمن في ظل انسداد أفق السلام وموت السياسة وتعطلها منذ انقلاب سبتمبر 2014، ذلك الانقلاب الذي جرى المنطقة كلها إلى مواجهات دامية لن تتوقف بسهولة في ظل التعقيدات والتباينات المحلية والإقليمية، عدا عن التحولات الكبيرة في أجندة البيت الأبيض وقبلها أجندات الطرف الانقلابي التي تستند على أجندات عقائدية كهنوتية تاريخية. لقد أصبح السلام اليوم هو خيار الضرورة بعيد المنال بالنظر إلى طبيعة وأجندة مختلف أطراف الحرب، التي أصبح الحرب لبعضها جزءا من آليات الاستمرار السياسي لها وجزءا من بقائها متربعة للمشهد، عدا عن حجم التورط لهذه الأطراف في استعداء المجتمع وإثارة حساسيته المجتمعية التي باتت تخشاها لاحقا. المدخل الحقيقي للسلام في اليمن كامن في فهم طبيعة هذا المجتمع التواق لوجود دولة الاستقرار والمواطنة والتعدد والحرية والكرامة. هذه الشعارات التي تغيب كثيرا في توجهات التحالف
وأداء الشرعية وممارسات الانقلاب التي ضاق بها ذرعا، ويبحث عن أي بديل حقيقي يمكن الهروب إليه من جحيم الانقلاب الذي دمر كرامة اليمنيين وصادر حرياتهم. لكن في المقابل لم يجدوا في الطرف المقابل لهم شرعية تسعى لصون كرامتهم وحرياتهم، وإنما شرعية ضعيفة يتنافسها أجندات متضاربة لأطراف التحالف والشرعية على حد سواء. اختطفت ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع صالح الانقلابية مواطنا بمدينة إب واقتادته لجهة مجهولة. مصادر محلية أفادت للصحوة نت بأن ميليشيا الحوثي وصالح اختطفت المواطن محمد حسين فارع من جوار مبنى المحافظة وسط المدينة. وبحسب المصادر فإن الميليشيا خطفت فارع من أمام محل يعمل فيه جوار مبنى السلطة المحلية بالمحافظة وبطريقة مهينة، وتم أخذه بالقوة إلى داخل سيارة نوع سنتافي بدون لوحة واقتادوه إلى جهة مجهولة. وقالت المصادر بأن المختطف سبق وأن قدم نجله بلال ليعمل مع الميليشيا أو مع ميليشيا الحوثي وصالح، والذين زجوا به في معاركهم القتالية وقتل قبل قرابة شهر، فيما تم خطف الأب في مشهد يؤكد أن الميليشيا لا تراعي حتى من يعملون معها. يتابع الموقع: تمارس الميليشيا الحوثي وصالح اختطافات شبه يومية بمحافظة إب، وتمارس عمليات الإخفاء القسري والتعذيب للمختطفين والذين تمتلئ بهم سجون الميليشيا بمحافظة إب. وفي موقع الوحدوي نت، الصحفي أشرف الريفي يفوز بجائزة أفضل تقرير صحفي عن قضايا المرأة في سوق العمل. وقال الموقع: فاز الصحفي اليمني أشرف الريفي بجائزة أفضل تقرير صحفي حول قضايا المرأة في سوق العمل في المنطقة العربية، والتي نظمها الاتحاد العربي للنقابات. ونال الزميل أشرف جائزة المركز الأول عن تقرير بعنوان المرأة اليمنية قصة حياة في مواجهة الحرب، فيما نالت الصحفية التونسية شيراز رحالي على المركز الثاني عن تقرير تونس صائدات المحار ينهشن الوسطاء في الأرض والسلطعون في البحر. وشارك في المسابقة نحو 25 صحفياً من عدد من الدول العربية، وذلك بعد إعلان الاتحاد مطلع فبراير الماضي فتح باب المسابقة احتفالا باليوم العالمي للمرأة. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. مساء يكتمل المشهد حين نلقي الضوء على مستجدات الأحداث. النقطة الأولى كانت تتعلق بالضبط بوقف الإطلاق. نستكشف تفاصيلها لتكتمل الصورة وتتضح أبعادها. المساء اليمني قريب من الواقع. من جديد أهلا بكم. تقول الصحيفة العربي جديد إن التخبط الأمريكي يبرز في إدارة ملف مكافحة الإرهاب، والذي يعد مؤشرا على الأداء الكارثي لإدارة دونالد ترامب الخارجية، إذ يغلب عليه الارتجال ويبدو أن الغرض منه لفت الانتباه إعلاميا أكثر منه محاربة الإرهاب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أراد تقديم نفسه كحامل للواء مكافحة الإرهاب في العالم، ووجد ضالته في دولة منزوعة السيادة الوطنية كاليمن، تعيش حربا بلا أفق وتتمدد فيها التنظيمات المتشددة على خلفية الفراغ السياسي، وهو ما سهل للرئيس الجديد تصنيف اليمنيين مصدرا للإرهاب. حيث تبلورت السياسة الأمريكية حيال اليمن في اتجاهين: منع دخول اليمنيين إلى الأراضي الأمريكية ومواطني 5 دول أخرى، وتنفيذ عمليات حربية في اليمن من دون أي غطاء سياسي.
وخلافا لتوقعات المتابعين كانت اليمن وجهة الإدارة الأمريكية الجديدة، ففي 29 من يناير الماضي دشن الرئيس ترامب عهده بتنفيذ غارة صاحبها إنزال جوي على منطقة قيفة في مدينة البيضاء. صحيفة الخليج الإماراتية قالت في أخبارها الخاصة باليمن وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن منظمة أطباء بلا حدود أشادت بشجاعة النساء اليمنيات ومقاومتهن لظروف الحرب التي تمر بها البلاد. وأكدت المنظمة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن المرأة اليمنية أكثر المتضررين من الحرب التي أشعلها الإنقلابيون، خاصة بعد تدمير الكثير من المرافق الصحية وانعدام الأطباء والأدوية والخدمات الصحية. وقال البيان إن النساء حرمنا من الحصول على الرعاية الصحية في وقتها المناسب، فكثير من الأمهات يلدن في ظروف صعبة وتفقد بعض النساء حياتهن بسبب تعقيدات الحمل أو بسبب أمراض كان من الممكن علاجها إذا وصلنا إلى المستشفى في الوقت المناسب. أما صحيفة الاتحاد الإماراتية فعنونت بالشأن اليمني: التحالف اليمني يطالب بحماية دولية للأطفال، حيث طالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المجتمع الدولي بحماية أطفال اليمن وتفعيل العدالة والمساءلة لمرتكبي الانتهاكات والجرائم ضدهم، والتحرك الفعلي والجاد للوقوف على تنفيذ النصوص الخاصة بحقوق الأطفال. وقالت عضو التحالف ليزا البدوي في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن الأطفال المجندين في اليمن لهم الحق في رعاية الأسرية والعيش بأمان، مشيرة إلى أن ارتفاع وتيرة الاعتقالات من قبل ميليشيا الحوثي وصالح إلى أكثر من 8000 معتقل و2000 مخفي قسريا، لافتة إلى أن اليمن صادق على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل في العالم، ووفقا لنص المادة 49 من هذه الاتفاقية التي تلتزم الدول الأطراف بالاتفاقية بما ورد في نصها من حقوق الأطفال من دون تمييز بأي صورة من الصور. خاض أحد الصحفيين الشباب تجربة التدريس في ذات المدرسة التي تلقى تعليمه الأساسي فيها، وقد دون انطباعه عنها وكيف أصبحت بعد عقود من الزمن. وقال سلمان الحميدي في مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور: ذهبت إلى المدرسة القريبة من منزلنا، سأقوم بتدريس مادة الأدب لطلاب المرحلة الثانوية. جهزت كل شيء تجنبا لإحراج سؤال من أي طالب، حفظت كل شيء عن المدرسة الرومانسية وجمعت كل ما أعرفه عن أبرز روادها. وذهب المعلمون بلا رواتب للشهر السادس، لذا عدد الحاضرين لم يتجاوز عدد الأصابع. هذا ما جعلني أفكر برد الجميل للمدرسة التي تعلمت فيها، المدرسة بلا فصول كافية، وفصولها الموجودة في حالة يرثى لها. لقد درست تحت شجرة الدوم وشجرة القرض. أفضل تطور لهم في عهد الرئيس المخلوع كان أن انتقلوا إلى ديمة بطرف أحد الوديان وقد تهدمت الآن. الموجودون من المدرسين قلة ووضع المدرسة بائس. أستاذ عاد إلى توقيص الأحجار، أستاذ يعمل في التلييس، ورأيت أستاذا يبيع القات، وآخر أعادته الحرب إلى أيام غربته القديمة ليبني الطوب، وأستاذ اقتنص الفرصة لينام. قمت بتدريس حصة وأحبطت، ولم أستطع العودة في اليوم التالي، لا فصول ولا أساتذة. من مدة ونحن نشكو من وضعها البائس، الإدارة تعزو الفشل إلى الأساتذة، وبعض الأساتذة إلى الإدارة، وبعضهم إلى ولاة الأمور، والكثير إلى الطلاب، ويتفق الجميع على أن المبنى هو السبب. شركة في بنغلاديش احتفلت بطريقتها بالثامن من مارس، وعنونت صحيفة الشرق الأوسط: بنغلاديش تسير رحلة جوية بطاقم نسائي احتفالا باليوم العالمي للمرأة. وقالت الصحيفة: سيرت الخطوط الجوية البنغالية اليوم رحلة جوية بطاقم عمل نسائي بالكامل، وذلك لأول مرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وقال المتحدث باسم شركة بيمان بنغلاديش شاكيل ميراز لوكالة الأنباء الألمانية إن الهدف من الرحلة الداخلية التي كان طاقم عملها من السيدات فقط تشجيع النساء على المشاركة في قطاع الطيران. وأضاف المتحدث: نريد أن نرسل رسالة واضحة مفادها بأنه مرحب بالسيدات اللاتي يريدن لمس السماء. وكانت الطائرة تقل 80 راكبا وقد حلقت لمسافة أحوي 200 كيلومتر بين العاصمة دكا ومدينة سلهت بشمال شرق البلاد. تورد شبكة البي بي سي وثائق بتاريخ 1 يونيو عام 2014 تؤكد أن محاولات الاستخبارات لاختراق أجهزة تلفاز سامسونج من فئة F8000 كانت تحمل اسم الملاك الباكي كرمز سري. وتصف هذه الوثائق ابتكار طريقة للخداع تجعل المستخدمين يعتقدون بأن شاشاتهم قد أغلقت بشكل تلقائي، وبدلا من ذلك فإن المخابرات تستهدف هذه الأجهزة ببرامج خبيثة تجعلها تسجل بشكل سري المحتوى الصوتي الذي ينقل لاحقا عبر الإنترنت إلى خوادم تابعة لوكالة المخابرات المركزية CIA. ويشير قسم في هذه الوثائق يتعلق بالنشاط المستقبلي إلى مقترح لإمكانية أخذ لقطات فيديو مع إمكانية التغلب على مشكلة قيود تشغيل شبكة الواي فاي. لمن تقرع أجراس التسوية السياسية؟ تساؤل للكاتب وليد أبي مرشد، والذي قال في مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط: أن تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدعوة إلى عقد اجتماع على مستوى دولي في واشنطن لزيادة فاعلية محاربة الإرهاب الداعشي اعتراف ضمني بأن أقوى دولة في العالم لا تتوقع مواجهة الإرهاب الدولي بمفردها حتى بقيادة أقوى رئيس عرفه البيت الأبيض حتى الآن. لا جدال في أن حسابات الحرب على الإرهاب ومخططاتها تختلف جذريا عن حسابات الحرب الكلاسيكية المتجذرة في الثقافة العسكرية الأمريكية والغربية عامة، إلا أن المشكلة في مجتمع يكون برجوازيا مع مرور الزمن ويزداد تثمينه للحياة البشرية. لم يعد سهلا زج الجندي الأمريكي في حروب خارجية لا تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الأمريكي، وإن كانت في مناطق معينة من العالم تمس مصالح الولايات المتحدة، بعد أن حول الرئيس السابق باراك أوباما في عهده مشاركة الجزم الأمريكية في حروب خارجية إلى قضية شبه أخلاقية بات واجبا قوميا على البيت الأبيض إقناع الرأي العام الأمريكي بالضرورات الملحة لهذه المشاركة. واضح أن الرئيس ترامب يسعى إلى مرحلة جديدة في الحرب على الإرهاب، يأمل في أن تكون أكثر فاعلية، ولكن هل ستستوجب هذه المرحلة مشاركة أمريكية مباشرة في النزاع بسوريا أم اعتمادا أكبر على الحلفاء؟ العالم يحتفل في 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وهو اليوم الذي يشهد أيضا احتجاجات نسائية للمطالبة بالمساواة مع الرجل. مجموعة من الصور المعبرة عن المناسبة نشرتها شبكة البي بي سي. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.